هو هو لا هو اكيد حقها، اكيد حقها، ولو هو رفض او هو مخوفها تقول ما يبقاش شخص كويس. طب تعمل ساعتها ايه؟ يعني هي دلوقتي الست دي هو رافض، لا خليني عشان في ستات فعلا عايزه حل. انا عايز بس اقول كمان على اللي انت هتقوليه، ان لو انا عليت ماديا هي في فضل كبير قوي ليها على فكره، فهي ليها جزء كبير، مش انا بس اللي جايب الفلوس على فكره. عشان كده بره بياخدوا جزء من ممتلكاته ومن ثروته ومن حساباته ومن للست عشان هي شريكه الحياه. طيب دلوقتي هنكمل على كلام شيري ونقول هي ست ما بتشتغلش والراجل بيصرف عليها وعلى البيت واهلها فعلا محتاجين وهو رافض يساعدهم او ساعد مره ومش عايز يساعد التانية او ساعد مرتين وقال كده كفايه، تعمل ايه؟ هل هي تحوش من مصروف البيت لو اصطدمت معاه خالص وهو مش او لو بيديها مصروف شخصي تاخد من مصروف حقها منها؟ ايوه برافو عليك يا شيخ، تعمل ما تاخدش من مصروف البيت، لكن تاخد مصروف، هي ليها حق انها تاخد مصروف ليها. تمام، بايديها هي، لايديها يعني. لو إيه؟ لا هو بيديها، اصل في رجاله كمان على فكره بيدوا كله على بعضه، يعني بيدوا مصروف شهري ليها وللبيت، بيبقوا عاملين حساب يعني. تقننها بقى هي معايا. لا مش لازم بقى تقننها يعني دلوقتي. انا يا سامح عشان بس يعني انا بديكي مثلا ما تعقدش الامور، اصل في رجاله كتير قوي ما بيدوش لمراتهم مصروف شهري في ايدهم لوحدهم. لازم تقولها دي حقها. طب انت برضو بتتكلم في فرعيات وتتحكم فيه زي ما هي عايزه. أيوة. عايزه ارد على سؤالي. قول انا انت ملك النهارده، ان رامين بالبكاء ملك يا منار. رد على سؤالي. انا النهارده جوزي متجوزاه بقى له 10 سنين وانا كنت هبله وعبيته وما بطلبش مصروف شهري لنفسي، والراجل بيديني مصروف يكفيني ويكفي البيت بس مش مقسمهم، انا باخد اللي خدي يكفيني. دول اتصرفي بقى، هي مسؤوله منه. خدي دول مصروف الشهر ليكي انت والولاد والبيت. في رجاله بتعمل كده كتير على فكره. اوكي، وهو الراجل كريم ومديها اللي يكفيها ويكفي البيت، تعمل ورافض يساعد اهلها، تقدر تاخد من مصروف البيت اللي هو ما يخليش البيت يعرج وتديه لاهلها من وراه، ولا ده يبقى كذب؟ انتوا عارفين ان دي واحده من اشهر الاسئله اللي بتتسال في دار الافتاء. عايزين نرد بقى على الناس. يعني الناس، مع انت الناس بتسال دايما من الناحيه الدينيه عشان يريحوا ضميرهم، احنا بنعمل حاجه حرام او حاجه غلط او حاجه فيها تجاوز، لانه اكتر من رجل دين، اكتر من شيخ جاوبه قالوا انه ده بيتك انت وهو، ودي فلوسكم انتوا الاثنين، ودي فلوس البيت وانت مسؤوله منه، ومن حقك توجهي مصروف البيت زي ما انت عايزه. انت ما انتيش واحده عفوا يعني متاجره او عايشه بلقمتها او لا، انت شريكه حياه ومن حقك تاخدي قرارات كتير من الملفات. اخبي ولا ما اخبيش؟ يعني اقولها واطرحها للعالم. يعني لو هو العلاقه مستريحه وما فيهاش مشاكل، لا طبعا تقولي في حاله الرفض. لو هو رفض، لان في رجاله كتير يا شيري بترفض ان ده يبقى اسلوب الحياه الشهري، ان جزء من دخل البيت او مصروف البيت يروح لبابا وماما، يقول لا حوشيه. هدي احنا بندور على حلول اجتماعية. انا عايز حل. هو لو رفض ده تمام، بس اكيد مش هيرفض لو انت جيتي قلت له انا عايزه مصروف شخصي ليا، او انت توجهيه براحتك، ملهوش دعوه. طب طالما حاجتك انت، لكن حاجه البيت انا مديكي فلوس للبيت، ما هو انا مصاريف جزء من البيت، هو انا مصاريفي جزء من مصاريف انت البيت. لكن مش اهلك. يعني هو لو رفض اروح اقول له صح وانا عايزه مصروف شخصي ليا، مصروف شخصي ليك مع نفسك، ممكن يرد عليا يقول لي ايه؟ طب ما انا مديكي مصروف البيت ومن ضمنه مصروفك الشخصي، وانت عمرك ما اشتغلتي. لا حددهولي انا اقدر استخدمه زي ما انا عايز. يبقى انا اقدر استخدمه زي ما انا عايزه. يعني لو هو دلوقتي رفض يديني مصروف شخصي على اساس ان احنا بقى لنا 10 سنين عايشين بالطريقه دي وانا عمري ما اشتكيت من قله الفلوس، وجاء قال لي انا مديكي مصروف البيت اللي هو انكلودنج فيه مصروفك الشخصي، فخدي من مصروف البيت، يبقى ساعتها انا اقدر اخد من مصروف البيت ودي اهلي، لان مصروفي الشخصي ده سواء ادهولي لوحده او سواء ادهولي جوه مصروف البيت، فهو من حقي اوجهه زي ما انا المفروض اوجهه في احتياجاتي الشخصيه، وممكن يكون احد احتياجاتي الشخصيه ان انا اساعد اهلي، لان ده هيريحني وهيساعدني وجزء من واجبي، فده يندرج تحت امبريلت او تحت المسمى الاكبر بتاع احتياجاتي الشخصيه، يبقى اذا من حقي ان انا اخد من مصروف البيت اللي فيه جزء منه مصروف شخصي ودي اهلي. انا خايف من حاجه هادي، نتكلم بواقع بحقيقي، يعني انا خايف تبقي انت خفيفه، شخصيه خفيفه. انا مديكي مثلا يعني ليه بتفترضوا فينا ان احنا مش عارفه أو مش عارفين نفكر ومضحوك علينا وبيستغلونا؟ ممكن ابقى يعني مش سبه فيكوا او عيب، شخصيه خفيفه يعني ايه؟ بيضحكوا عليا اهلي؟ انت او اهلك كده؟ احنا قلنا من الاول شوي. مش هنخرج فكره الاهل المستغلين. لا احنا بنتكلم على ارض الواقع، مش احنا بنتكلم من بدايه الحوار، وقلت ان انت كمان من حقك تعمل ده من غير طبعا لا تستاذني ولا ترجع لي
انت حر طالما انت البيت ماشي مظبوط